بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من كتاب صحيح الإمام البخاري للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 33 من الكتاب الثامن، كتاب الصلاة، باب حك البزاق باليد من المسجد. والبزاق هو ما يخرج من الفم، أما ما يخرج من الأنف يسموه المخاط، والبزاق ما يخرج من الفم. طب واحد لقى بزاق أو قذر في المسجد، عليه أن يزيله، يبقى نظافة المسجد مسؤولية كل مسلم، مش عامل النظافة بس، كل مسلم عليه أن ينظف المسجد وليس عامل النظافة فقط. يعني لو في عامل نظافة تساعده. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيح الحديث الثامن بعد 400، قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه. القبلة يعني جدار القبلة، يبقى رأى نخامة في جدار القبلة، يعني واحد بزق في جدار القبلة، فجف البثاق وصار إيه؟ نخامة، جف. لأن العرب ما كانوش لسه متأدبين، يعني عايشين في الصحراء، ليس عندهم حضارة ولا علماء يعلموهم، وكثير منهم يدخل في الإسلام يظل على عادته الأولى، لم يتأدب بعد، يحتاج يتأدب. فتلاقي واحد من اللي كانوا في المسجد بزق في القبلة على أساس أنه بيعمل حاجة طبيعية، يعني كل الناس بتكح وكل الناس بتتف، حاجة سهلة بسيطة يعني مفيش مشكلة، فبزق في إيه؟ جدار القبلة. فالنبي وجدها جافة، رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، يعني شق يعني بان الغضب على وجهه. النبي كان يظهر على طول مشاعره تبان على وجهه، فرحان يبان على وجهه، متضايق يبان على وجهه، زعلان يبان على وجهه صلى الله عليه وسلم. ما كانش فيه خبث طبعا، النبي كده ايه؟ شفاف كده جميل صلى الله عليه وسلم. لكن في ناس تلاقيها خبيثة في قلبه البغض ويبتسم ليك، ما فيش مشاكل خالص عنده، وهو يكون بيحضر لك ايه؟ المقلب الكبير. لكن لا، المسلم بقى تلاقيه ظاهره زي باطنه كده. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان ظاهر كده، فأول ما شاف المنظر ده ما عجبوش، قبل ما يتكلم عرفوا إن النبي إيه؟ يعني مش عاجبه الموضوع، فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده. شفت بقى؟ النبي سيد الخلق، عنده خدم وعنده الصحابة وكله، بإشارة من إيده، هو نظفها بإيده عشان يبين إن علينا كلنا مسؤولية تنظيف المسجد، من أول الإمام لحد عامل النظافة. كله ينظف. فيش حاجة اسمها يتكبر. فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده، فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، لأن دي جهة شريفة، القبلة دي جهة شريفة، جهة التوجه للصلاة، فإزاي الجهة الشريفة تبصق عليها وتدخل؟ لا يصح. فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، الشك من راوي، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه. لكن يعمل إيه لو واحد جاله البزاق؟ ولو البزاق جالك في فمك وأنت بتصلي مش هتعرف تقرأ، والصلاة لابد أن تقرأ فيها، يبقى لابد أن تتخلص مما في فمك، ولو ابتلعته قد تبطل الصلاة لو كان في مقدم الفم، لأنه كأنه يبطل الصيام، وما يبطل الصيام يبطل الصلاة في صلبها.
طب هعمل انا في ايه؟ يبقى ايه؟ ولكن ان كان لابد فاعل يعني يعمل ايه؟ يبزق عن يساره، ولكن عن يساره او تحت قدميه، لان كان مسجد النبي ما كانش مفروش بالحصباء، فلو عملها تحت قدميه تمتصها الارض. يبقى دلوقتي ما ينفعش يعملها تحت قدميه عشان المساجد مفروشه، فهم؟ يبقى النبي يقول تحت قدميه ليه؟ عشان كان المسجد حصباء وكان ارض ترابيه تمتص هذا في لحظات. ولكن عن يساره او تحت قدميه، ثم اخذ طرف ردائه فبصق فيه، يعني يبصق عن يساره في طرف ردائه، يعني في المنديل اللي معاه. اذا كان معاك منديل اسمه رداء برضه، مش شرط الرداء يبقى متصل. معاك ورقه ايه، منديل ورق، ممكن تبصق فيه، بس لما تبصق ما تبصقش جهه اليمين كده، لا توجه جهه اليسار، لان برضه جهه اليسار جهه اقل تشريفا من جهه اليمين، فجهة اليمين جهة أشرف. ولكن عن يساره أو تحت قدميه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض، وبعدين إيه، قفلوا على بعض. فقال أو يفعل هكذا، أو يفعل هكذا. طبعا لما يجي يبصق ما يقولش تف، ليه؟ لأن تيه فيه بقت حروف واضحة كأنها كلمة تبطل صلاته. إذا اتضح منه حرفين وهو بيصلي بطلت صلاته، إذا كان عالما بالحكم يعني. يبقى لما يجي يبصق ما يحاولش يخرج إيه مسمى حرف حتى لا يسمى كلام، فهمت بقى؟ وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن يوسف اللي هو التنيسي قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بساقا في جدار القبلة. شفت، بساق بالصاد وبزاق بالزاي، والاثنين معنى واحد. البزاق هو البساق. فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى، يعني فإن الله جعل قبل وجهه جهة مشرفة. فهمت بقى إزاي؟ فجهة التشريف لا يجوز أن تواجه بالقذر، والبزاق قذر طاهر مستقذر. البزاق إيه حكمه؟ طاهر مستقذر وليس نجس. عارف لو نجس كان النبي ما حكوش، بس ده كان حكه وغسل مكانه، فكونه حكه دل انه طاهر، وكونه غضب انه مستقذر، فهم؟ يبقى ليس كل مستقذر نجس. وعن ابي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله عنها أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخامة فحكه. والمخاط ما يخرج مع الكحة، لما تكح كده ويخرج يسموه مخاط. والبصاق ما كان من الفم، والنخامة ما كانت من الأنف. باب حك المخاط بالحصى من المسجد. وقال ابن عباس إن وطئت على قذر رطب فاغسله، وإن كان يابسا فلا. وعن أبي قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهما حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة من المسجد يعني فحكها، فقال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه
ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن أكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى نخامة في حائط المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حصاة فحتها، حتها يعني حكها بنفس المعنى التاء والكاف، حتى حكها بنفس المعنى فحتها، ثم قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. الحديث يكرره متنا ولكن إما بلفظ مختلف وغالبا ما يأتي بإسناد مختلف. دي طريقة الإمام البخاري، فعلشان كده ما فيش تكرار حقيقي. لو نظرت ما تجدش تكرار حقيقي، لأن إما تجد في لفظة مختلفة في المد أو تجد الإسناد مختلف. وعن أبي قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنسا رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتفلن أحدكم. شوف مرة يقول يبصق، مرة يقول يتفل، مرة يقول يتنخم، وكل واحدة بإسنادها. دقة في الحفظ، دقة في الحفظ، آية في الحفظ. الإمام البخاري ده آية من آيات الله في الحفظ. ما يقولش يتفلن في إسناد مثلا يبصق، مع إن المعنى واحد. دي سكتها هنا يبصق، السكة دي هنا يتفل، السكة دي هنا يتنخم. دقة في الحفظ عجيبة. كان آية من آيات الله في الحفظ الإمام البخاري. لكن احنا نقول خلاص على طول نقول كده يدفل يبزق يتنخم كلها زي بعضها وخلاص والحكايه ماشي. لكن هم كان عندهم دقه، هؤلاء الصحابه عندهم دقه، والتابعين وتابع التابعين ال 500 سنه الاولى ربنا يسر ليها رجال يمتازوا بالدقه عشان يحفظ السنه. وبعد كده الناس اللي ما عندهمش دقه كانت السنه اتحفظت، تعالوا انتوا بقى مش مشكله، السنه اتحفظت خلاص، تعالوا انتوا بقى يا ايه يا اللي ايه ما لما بتدققوش قوي. لكن هي ال 500 سنه الاولى كان رجال عجيبه رضي الله عنه. يسموها ايه؟ سنوات التدوين. لا يتفلن احدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت رجله. باب ليبزق عن يساره او تحت قدمه اليسرى. وعن ابي قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة. شوف ما فيش تكرار في الحديث، الأسانيد مختلفة، كل مرة يجيب لك إسناد شكل. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وعن أبي قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد. هنا قال لك أبصر، هناك رأى، لكن قصة أبصر ليها إسناد غير رأى. دي ليها إسنادها ودي ليها إسنادها، بيعجز الناس وفي الآخر يجي لك ناس هلفيت في اخر الزمن يعيب في الامام البخاري، هو ما يعرفش يكتب سطر. حاجه غريبه لما يجي واحد هلفوت، هلفوت دي باللغه المصريه يعني ايه؟ يعني لوكع ابن لوكع، يعني مش فاهم حاجه خالص، يعني حثاله من ارازل الناس. فهمت ازاي؟ يتكلم يقول ايه ده؟ جنب الناس دي الاكابر. إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وعن أبي قال حدثنا علي اللي هو المديني قال حدثنا سفيان
قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة، ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه أو عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وعن الزهري أنه سمع حميدا عن أبي سعيد نحوه. باب كفارة البزاق في المسجد. وعنه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك، نفس الإسناد اللي فات كرروا هنا، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة. لكن المتن مختلف، الإسناد واحد بس جاب لك متن تاني مختلف. مفيش تكرار يا أستاذ، يجي يقول لك أصل في مكرر، لا مفيش تكرار والله، ده التكرار للي بيقرأ بسرعة مش واخد باله، فاهم؟ لكن لما تيجي تدقق مفيش تكرار. قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة. خطيئة يعني ايه؟ يعني حرام. خطيئة يعني حرام. وكفارتها دفنها. طب وازاي انا اكفر عنها بقى؟ اعمل ايه؟ اقعد اقول استغفر الله واسيبها؟ يعني ادخل كده وبعدين اقعد استغفر الله واستغفر، ولا اقوم انضفها؟ كفارتها انضفها، ازلها، فهمت بقى؟ باب دفن النخامة في المسجد. وعن ابي قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم الى الصلاة فلا يبصق امامه فانما يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه، فان عن يمينه ملكا وليبصق عن يساره او تحت قدمه فيدفنها. شوف بقى متن بألفاظ مختلفة مع انه نفس الموضوع، متن بألفاظ مختلفة وبإسناد مختلف في نفس الموضوع. شفت آية من آيات الله في الحفظ ولا لا؟ حاجة عجيبة، الواحد كل ما يقعد يقرأ كده يقول رحمه الله رضي الله عنه، إيه العظمة دي؟ تبقى قاعد كده إيه مستمتع وأنت بتقرأ. إنما التاني يقول لك إيه ده مكرر، اشتب ده مكرر، ما قايلها لسه فوق، هو مكرر ما لسه فوق قايلها، ده جاهل، ده مش فاهم، مش فاهم. عشان كده كتاب البخاري ده لا يقرأه إلا العلماء، الجاهل ما ينفعش يسلك فيه، العالم هو اللي يعرف يطلع منه إيه الدرر اللي فيه، إنما الجاهل ما يعرفش يغرق فيه، يغرق ما يعرفش يقول فيه حاجة. باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه. وعن أبي قال بدره يعني فجأه، يعني واحد كده كح فبص لقى حاجة نطرت فجأة ما كانش متوقع، يبقى بدره يعني فجأه البزاق، جاء غصب عنه يعني فجأة. وعن أبي قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده ورؤي منه كراهية أو رؤية كراهيته لذلك وشدته عليه، وقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين قبلته فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض قال أو يفعل هكذا. باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. يعني الإمام لازم إيه يعظ الناس قبل ما يبدأ الصلاة، يقول لهم استقيموا يرحمكم الله، الخشوع روح الصلاة، فهمت إزاي؟ ليس للمرء من صلاة إلا ما عقل منها، صلي صلاة مودع زي ما بنقول، أي دي اسمها عظة الإمام. يبقى الأول بينبه الناس الأول إن هم داخلين على أمر عظيم، يقوموا إيه يخرجوا من مشاغلهم ويقبلوا على الصلاة بهمة، دي اسمها عظة الإمام، فهم؟ باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال هل ترون قبلتي ها هنا؟ يعني هل ترون قبلتي ها هنا؟ فوالله، شوف النبي بقى الصادق بيحلف،
لما الصادق بيحلف يبقى ايه بقى؟ خلاص بقى هو اليقين بعينه. فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، اني لاراكم من وراء ظهري. يبقى النبي يرى من خلفه كما يرى من امامه. ويجي الوهابي يقول لك النبي بشر معتاد. يبقى ده وهابي جاهل، لم يقرا شيء ولم يقرا احاديث، وفي الاخر يغش الناس يقول لك احنا اهل الحديث. واتحدى واحد فيهم يكون ختم البخاري قراءه، فضلا عن انه يكون قراه على شيخ. اتحدى. شفت قد ايه؟ وفي الاخر يعمل لك خطبه جمعه مخصوص ان النبي بشر معتاد. انا زمان وانا في ثانوي حضرت مره خطبه جمعه كان كل موضوعها عايز الخطيب يقول للناس ان النبي ده بشر معتاد. ده كل موضوع الخطبه، يعني الناس داخله مؤمنه يخرجهم كفار. يعني بشر معتاد يعني لا يوحى اليه، عارف يعني بشر معتاد يعني ايه؟ يعني لا يوحى اليه، ما هو البشر المعتاد يعني لا يوحى اليه. انا هو بشر معتاد يوحى الي؟ يبقى يعني عايز يخلي النبي زيي؟ لا، ده بشر يوحى اليه. له مخصوص. فتصور انت يخلي خطبه الجمعه موضوعها كفر. لانه بينكر الوحي. شفت بقى قد ايه؟ وسيطروا على المساجد هؤلاء الاجلاف الجهله الوهابيه سنوات طويله، والازهر ساكت. وبعد ما غرقنا الازهر يا دوب ابتدى يتكلم. فربنا ينجينا. يبقى ازاي يبقى بشر معتاد وهو بيقول لهم وبيحلف؟ والله اني اراكم من وراء ظهري كما اراكم من امامي. طب هات لي بشر معتاد بيرى من امامه كما يرى من خلفه، بل هات لي نبي قبله فيه هذه الخاصيه، لا يوجد. يبقى دي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، اني لاراكم من وراء ظهري. لان الانسان لما يشعر ان النبي ناظر اليه هيحسن صلاته. تصور انت النبي باصص لك وانت بتصلي، هتعمل ايه؟ حتى لو دبانه واقفه عليك هتخاف تقتن الشك، صح ولا لا؟ لكن اول ما يبقى مش باصص عليك تطلع المنديل وتحب وتظبط الساعه وتعد فلوسك كل ده في الصلاه حركه بقى مفيش. لكن اذا لا تصورت ان انا شفت ناس عملت كده، انا اللي بحكيه لك ده انا شفته. لكن على اي حال تصور ان النبي شوف، يبقى النبي بيقول لهم ايه؟ انا شايفكم، انا مراقبكم. ما خلاهمش يقول لهم ربنا مراقبكم، قال لهم ده انا اللي شايفكم. لان احنا ربنا مش شايفينه لكن شايفين النبي. ومن هنا نشأت بعض الطرق الصوفيه يقول لك راقب الشيخ، ما يقولكش راقب ربك. في دي مدرسه في التربيه غير المدرسه الشاذوليه. احنا عندنا نقول له راقب ربك على طول في الشاذوليه، لكن في بعض الطرق زي البرهاميه والبرهانيه وكده وبعض الطرق يقول لك راقب شيخك. تصور ان شيخك ناظر اليك وانت تقول وردك. فهمت ازاي؟ لدرجه بعضهم يحط صوره شيخه قدامه ويفضل يقول الورد كان شيخه بيبص له، علشان يعني يتادب ويقول الورد، فما يردش على التليفون المحمول ولا يقلب ايه في الواتس ولا يقلب على الفيسبوك وقاعد بيقول الورد وبقه شغال. ما ينفعش كده، ما يصحش. او يتابع المسلسل بالتلفزيون وهو ماسك السبحه بيقول الورد، ما يصحش كده، ما يصحش. فهمت ازاي؟ يعني يستشعر مراقبه الشيخ. اهو جايه من هنا بالحديث ده. بس في ناس يقول لك يا اخي شوف في الطرق الصوفيه يقول لك راقب الشيخ وما تراقبش ربنا. ومين قال لك انه ما يتقلش ربنا؟ دي مرحله في التربيه. الاول راقب الشيخ حتى تتعود المراقبه لنفسك واتقان، فاذا وصلت للاتقان خلاص يبقى تراقب ربك. فهمت بقى ازاي؟ زي ما يبقى في ولد شقي في البيت كده وقاعد يلعب، تقوم الام تقول لابنها ايه؟ ابوك جوه نايم، مع ان هو مش شايف ابوه، بس عشان ابوه نايم بعد ما كان بيتكلم بصوت عالي كلم بصوت عالي اتأدب على طول. فهمت بقى ازاي؟ نفس الحكايه. يبقى دي وسائل من وسائل التربيه. يبقى النبي بيربيهم انه بيراقبهم. فهمت ازاي؟ حتى لو اداهم ظهره برضه شايفه صلى الله عليه وسلم. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة
ثم رقي المنبر فقال في الصلاة وفي الركوع: إني لأراكم من ورائي كما أراكم، يعني كما أراكم الآن. يعني باب هل يقال مسجد بني فلان؟ يعني لأن ربنا بيقول أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. أما أقول مسجد الأشراف، إيه الأشراف؟ ما تقول مسجد الله يا أخي. أو أقول مسجد أبو بكر، إيه أبو بكر؟ ومسجد الله يا أخي، مساجد لله يا أخي، هتشرك ولا إيه؟ فهمت إزاي؟ في ناس كانت طلعت في مخها الكلام الغريب ده، فهمت إزاي؟ إن ما ينفعش تدعو المسجد لفلان، ولكن المسجد لله. طب وهميزه إزاي؟ مش كل حي بيبقى فيه مسجد والمساجد هتتعدد، فلا بد ان يطلق عليها اسماء، واخد بالك ازاي؟ فيبقى يجوز مسجد المؤقت، مسجد السيده عائشه، مسجد مش عارف السيده النفيسه، مسجد سيدنا الحسين، فهمت ازاي؟ المسجد النبوي الشريف، وهكذا، دي اسماء القاب، فهمت؟ وبالتالي يجوز انك انت تقول مسجد بني فلان. كأن الإمام البخاري يعني إيه بيرد على من لم يجز ذلك في عصره، فهمت؟ يعني زي برضه ما طلعت ناس كده في عصر برضه الإمام البخاري لا يجوز تقول سورة البقرة. قول السورة التي يذكر فيها البقرة. إيه سورة البقرة دي؟ إيه سورة النمل دي؟ ما يليقش. النمل حشرة، قال لي سورة النمل. صحش. سورة الفيل، الفيل حيوان تقول عليه سورة. طلعت ناس قالت كده ايام البخاري، ايام البخاري، لكن ردوا عليهم. يقول امال اقول ايه يا استاذ اللي هو المعترض ده؟ قول السوره التي يذكر فيها الفيل، السوره التي يذكر فيها البقره، السوره ليه بقى هنتكلم كلام كتير؟ طب اقول سوره البقره وخلاص، لازم كل مره اقول سطر؟ فهمت بقى ازاي؟ لان ده لقب، واللقب لا مشاحة فيه، فهمت؟ باب هل يقال مسجد بني فلان؟ وعنه به قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سابق بين الخيل التي اضمرت من الحفياء وامدها ثنيه الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنيه الى مسجد بني زريق. شوف مسجد بني زريق اهو منصوص اهو، فما يجيش واحد يقول ايه لا يجوز يقال مسجد بني فلان. اللي قال كده لا يجوز يبقى ما قراش الاحاديث، فاهم؟ زي بالظبط اللي قالك لا يجوز نسمي عبد النبي يبقى ما قراش اسم النبي، لان اسم النبي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، والمطلب ده مش من اسماء الله. يبقى ده اللي بيقول لك لا يجوز تسمية عبد النبي دليل انه ما يعرفش اسم النبي. شوف قد ايه جاهل. يبقى لا يجوز اسم النبي لا يجوز. معناها كده على طول ان اسم عبد المطلب ده لا يجوز. يعني كان المفروض لو كان لا يجوز كان النبي غيره. النبي مش بيغير الاسماء. غير اسماء ناس كثيرين. لكن النبي في غزوة حنين يقول ايه؟ انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. يبقى اقره ولا ما اقروش؟ اقره. يبقى عبد النبي ولا عبد المطلب ايهما اولى؟ عبد النبي. طب ليه هم قالوا لا يجوز عبد النبي؟ عشان عندهم قاعده خرافيه وضعها ابن تيميه وصدقوه، انه لا مجاز في القران والسنه. هذه القاعده الخرافيه جعلت العبد لابد ان يكون عبد لله بس، فما ينفعش يبقى عبد لحد غير دين. لكن الحقيقه ان المجاز موجود. فالقاعده اللي قالها ابن تيميه دي اللي هي لا مجاز في القران والسنه عمموها فجعلوها حتى لا مجاز في الاسماء ولا مجاز في المعاملات ولا مجاز، فهمت ازاي؟ فوقعوا في ايه؟ في شر اعمالهم. لكن عبد هنا بمعنى خادم وليس بمعنى العبوديه الحقه، بالمعنى المجازي. العبوديه بالمعنى المجازي هو الخضوع والطاعه. يبقى عبد النبي يعني خاضع للنبي طائع للنبي، يبقى اسم جميل اهو. يبقى عبد النبي بالمعنى المجازي معناه خادم للنبي طائع له خاضع له. طب وده كلام قبيح وده كلام حلو نتمناه؟ وعشان كده الناس طول عمرها تسمي عبد النبي، ما تسميش، وعمرهم ما سموا عبد رب النبي الا لما طلع المذهب الوهابي الجاهل، فهمت ازاي؟ كانه بينكر اسم النبي، فهمت؟
يبقى اللي يقول لك لا يجوز ان احنا نطلق المسجد على اسم صاحبه، مثلا مسجد مثلا الدكتور مصطفى محمود، يقول لك لا ما يصحش مساجد لله. لا يا سيدي، يبقى لو قريت البخاري تعرف مسجد بني زريق، خلاص بسيطه تتحل لك الاشكال. واحد يقول لك ما تسميش عبد النبي، تقول له طب والنبي كان اسمه ايه؟ يقول لك محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. قال له عبد المطلب ده من اسماء الله؟ يقول لك لا. طب هو النبي عبد المطلب اهو، يبقى عبد النبي صح بره. ببساطه كده، ببساطه. فهمت بقى ازاي؟ لكن للاسف هم بيخيل كلامهم على العوام البسطاء اللي هو ما بيعرفش يرد، ما بيعرفش حافظ، يخيل كلامهم على البسطاء. عشان كده تلاقي اتباعهم مين؟ تلاقيهم الناس بسطاء، كان ناس عامل محاره بنا، واخد بالك؟ لكن ما تلاقيش عالم اتباعه، ما تلاقيش فيهم علماء خالص. مش كده وبس، ولم يخرج منهم ولي الى يومنا هذا. اتحداهم 300 سنه المذهب الوهابي شغال وله ادعياء، ولا ولي حذر خرج منهم، واحنا عندنا الاوليه تتكعبل فيهم. تلاقي البواب العماره ولي، وتلاقي كنس في الشارع ولي، وتلاقي زميلك في الكليه ولي، وتلاقي مش عارف استاذك اللي بيدرس لك في الازهر ولي، اولياء كتير. لكن روح هناك ما تلاقيش ولا ولي، لا حي ولا ميت. سبحان الله يا اخي، ربنا حرمهم من الخصوصيه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل، يبقى يجوز المسابقة. يبقى أولا يجوز المسابقات، لأن المسابقات بتحمس وتجعل الشباب يتمرن، يقوم يبقى جاهز بعد ذلك للمعركة. فيبقى النبي أجاز المسابقات. يبقى سابق بين الخيل وليست له، هذه المسابقات لا تعتبر له. لماذا؟ لأنها تدريب. سابق بين الخيل التي أضمرت، يعني إيه خيل أضمرت؟ في طريقة تربية الخيل، لما يبقى الخيل قعد مدة كده من غير ما يجري ويعمل، يتخن ويبقى عنده شحم ويبقى تقيل في الحركة، يقوم يعملوا ايه؟ يدخلوه في حجرة ضيقة ويجللوا، يعني يغطيه ويمنع منه ايه؟ الاكل، ويديله مية بس لمدة عدة ايام، يقوم يعرق وايه؟ ويسيح الدهن ده، يقوم يخس، يتبقى عضلات بس. فهمت ازاي؟ وبعد كده يخرجوا ويأكلوا أكل بإيه؟ بكميات محدودة، عشان ما يربيش دهن، عشان لما يركبوا يبقى صاروخ، يطلع الرابع على طول. فهمت ازاي؟ يبقى ده اسمه الخيل المضمرة. المضمرة يعني جاهز للسباق، يعني ما عندوش شحم ولا إيه. فهمت ازاي؟ يعني الذي أعد للسبق بالعلف إيه؟ والتمرين. الخيل التي أضمرت دي بقى كان السباق بتاعها مسافة طويلة، حوالي 10 كيلو من الحفياء لثانية الوداع. أما الخيل التي لم تضمر، اللي هي لسه تخينة مرهرطة، كانت المسافة بتاعتها حوالي 2 كيلو بس على قدها، وهو ماشي بقى إيه؟ بيتكعبل في دهنه. فهمت بقى إزاي؟ يبقى لازم تراعي الآلة كمان اللي هتسابق عليها. فهمت إزاي؟ الآلة اللي هتسابق عليها تديها طاقتها، فلا تكلف ايه الحيوان ما لا يطيق. ما تجيبش بقى خيل تخينه وتخليها تخش سبق 10 كيلو، كده مش هتكمل ولا هتوصل لحاجه. فاهم؟ سابق بين الخيل التي اضمرت من الحفياء وامدها ثنيه الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنيه الى مسجد بني زريق، حوالي 2 كيلو كده. يبقى دي حوالي 10 كيلو ودي حوالي 2 كيلو. وجايب الحديث ده كله ليه؟ عشان مسجد بني زريق اتسمى باسم اهل الحي. فهمت ازاي؟ وان عبد الله بن عمر كان في من سابق بها. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.